أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم بتوقيت مصر، أصحابكم فيه أنا سرمد أكرم. وفي هذه الحلقة بيان من شبكة التلفزيون العربي يستنكر ما جاء في بيان وزارة الداخلية المصرية الذي تضمن مجموعة من الأكاذيب بخصوص إغلاق مقر إحدى الشركات العاملة في مجال الإنتاج التلفزيوني باعتبارها ممثلا للشبكة في مصر، والقبض على أحد موظفيها باعتباره مديرا للدعم الفني بالشبكة. أكثر من 350 مصريا ينجحون في مغادرة اليمن وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية. ووقفات أمام السفارة السعودية ونقابة الصحفيين تنديدا بالتدخل السعودي في اليمن لمجموعة تسمي نفسها البديل الثوري. وأيضا جماعة الإخوان تتقدم للأمم المتحدة لتخفيف العقوبات القضائية المصرية على قادتها. ألقاكم بعد قليل. تلقت شبكة تلفزيون العربي باستنكار بالغ بيان وزارة الداخلية المصرية والذي تضمن مجموعة من الأكاذيب بخصوص إغلاق مقر إحدى الشركات العاملة في مجال الإنتاج التلفزيوني باعتبارها ممثلا للشبكة في مصر، والقبض على أحد موظفيها باعتباره مديرا للدعم الفني بشبكة التلفزيون العربي. وفيما يلي التوضيح، شبكة التلفزيون العربي شركة بريطانية مقرها لندن، وتعمل وفقا للقواعد والقوانين المنظمة للبث التلفزيوني المعمول بها في المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. وبثها التلفزيوني موجه لمواطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الناطقين باللغة العربية، ولها 10 مقرات مختلفة ليس من بينها أي مقر على الأراضي المصرية حتى الآن. التلفزيون العربي يبث إرساله من استوديوهاته في لندن، ويشرف على تقنيات البث مدير تقنية فرنسي الجنسية، وقطعا ليس مقيما في القاهرة وليس المذكور اسمه في بيان وزارة الداخلية المصرية. الشبكة تؤكد على احترامها لكافة الأطر القانونية التي تعبر عن الإرادة الديمقراطية للشعوب، ونرى أن الالتزام بالقوانين وروحها أولى من انتهاكها. وفي هذا الصدد فإن الشبكة تباشر الإجراءات الرسمية لفتح مكتب تمثيل إعلامي لها في مصر، على الرغم من حالة السعار الأمني والتنكيل بالصحفيين منذ 3 يوليو عام 2013، والتي لم تنتهي رغم إقرار دستور جديد ينص على حرية الرأي والتعبير، وعلى الرغم من انتخاب رئيس جديد بدا مهتما بالإعلام اهتماما خاصا تمثل في عقده 9 لقاءات مع إعلاميين، إلا أن هذا الاهتمام الخاص لم ينعكس على أوضاع الإعلاميين والصحفيين ومؤسساتهم، فما زالت الصحافة جريمة، وما زالت مصر للعام الرابع على التوالي تحتل موقعا متقدما في قائمة الدول الأكثر انتهاكا للحرية الصحفية. إن شبكة التلفزيون العربي إذ تبدي أسفها لما يحدث من حملات تشويه وبث للأكاذيب حولها، وما يعنيه هذا من انزعاج البعض من وجود أي وسيلة إعلامية مستقلة في توجهاتها وتغطيتها، فإننا نعلن أننا بالتزامن مع سعينا لفتح مقر رسمي في مصر، فإننا سنرد وفق كل المسارات والوسائل القانونية المتاحة على كل الأشخاص والمؤسسات رسمية أكانت أم خاصة من التي روجت أكاذيب بشأن التلفزيون العربي أمام المحاكم المصرية والمحاكم البريطانية. وختاما فإننا نؤكد على أن حرية الرأي والتعبير وحق الناس في تبادل المعلومات والأفكار لم تعد حقوقا يمكن المساومة عليها، وما كان يمكن منعه قبل نهوض الشعوب العربية الثوري بات مستحيلا منعه بعده. إننا ندعم حق الناس في المعرفة وفي التفكير وفي الإبداع وفي الأفكار، فالأفكار لها أجنحة تحلق بها عاليا فوق أفهام وأوهام المستبدين.
ومعي عبر الهاتف السيد إسلام لطفي المدير التنفيذي شبكة تلفزيون العربي. سيد إسلام، ما سبب حالة الاستنفار من جانب النظام المصري ضد شبكة التلفزيون العربي ابتداء من تقطيع لافتاتها الدعائية وصولا إلى هذه الدرجة من التصعيد؟ أهلا بك سرمد. الحقيقة هذا السؤال المفروض أن إجابته لدى الحكومة المصرية، ليس لدي إجابة قطعية، ولكن ربما يكون ما أعلناه من قبل مرارا وتكرارا أن شبكة التلفزيون العربي تتبنى قيم الحرية والديمقراطية وتنادي بما خرج به من أجله الناس في ثورات الربيع العربي وفي الحراك الذي شهدته الشوارع والمدن العربية المختلفة. نحن مشروع إعلامي مستقل من حاز الناس وإلى طلباتهم وإلى طموحاتهم، لسنا منصة سياسية ولا ننادي لمشروع سياسي، المشاريع السياسية تقوم وتسقط ولكن القيم تبقى، ولذلك نحن ندعم كل من ينادي بالديمقراطية، كل من ينادي بالكرامة، كل من ينادي بالمساواة، ندعم كل من يطلب دولة قانون ومواطنة، ندعم كل من ينادي بعدالة اجتماعية وبتساهل وحوار. ربما يكون هذا ما يزعج البعض في مصر خاصة في ظل تردي حالة حقوق الإنسان. الحقيقة الوضع اللي حاصل حاليا وحملات التشويه اللي قامت بها بعض الوسائل الإعلامية بين قوسين المستقلة في مصر وما قام به بين قوسين أيضا إعلاميون مصريون تجاه شبكة التلفزيون العربي قبل بثها بساعات، وما صدر بحق الشبكة من بيان صدر اليوم عن وزارة الداخلية ليس له أي مبرر موضوع، حتى لا يمكن تبريره في سياق أنه النظام في مصر غير سعيد بخطاب الشبكة أو أنه ضد تبني خطاب شبابي أو سياسي أو ثوري، لأن بالفعل نحن نبط من دول عربية متعددة، يعني نحن نخرج من 10 بلدان ليس من بينها مصر للأسف، كل للأسف مصر التي كانت منبرا لحرية الرأي والتعبير، مصر التي لجأ إليها مثقفو لبنان والشام عندما تدهورت الأوضاع، مصر التي كانت منبرا للفلسطينيين، مصر التي خرج منها الفكر القومي والتي خرج منها الفكر الإسلامي، أصبح التفكير جريمة وأصبح إبداء الرأي طيب سيد إسلام، يعني هل تقدمون أي محتوى يقدم دعما للإرهاب في عملكم؟ الحقيقة أنا أترك هذا الأمر كويس أو هذا الحكم للمشاهدين، والشاشة مفتوحة، يعني هذا أيضا من الأمور المضحكة أنك بتتكلم في عصر السماوات المفتوحة وناس تتحدث عن تقديم دعم لإرهاب كويس، ونحن مؤسسة قانونية مشهرة نعمل وفق قوانين منظمة للبث وبضاعتنا حاضرة أمام الجميع، يعني نحن لا نقوم ببث سري، نحن نقوم ببث عبر أقمار صناعية يشاهدنا الناس، وبالتالي إذا كان الناس يرون أن فيما نقدمه دعما للإرهاب يعني يجب أن نعكس هذا على آراء المشاهدين وعلى الشاشة، بالعكس الشاشة مفتوحة للجميع. طيب. حتى فيما خلف الشاشة فيما خلف الكاميرا الشبكة بها عاملون من 30 جنسية مختلفة، من 30 جنسية عربية وغير عربية، تضم كافة الأطياف، منبر مفتوح للجميع، ظهر لدينا المؤيد والمعارض، والمشكلة أن هذا الموقف فعلا غير مفهوم، لأن مصر في حساباتنا مع تقديري طبعا لدورها واعتزازي بأن أحمل جنسيتها هي دولة على 22 دولة، فالحقيقة لا أدري بسبب تضخيم الأمور. احنا نحاول ان نعمل في مصر، ولكن مصر هي التي لا ترغب في ان يعمل الناس بشكل شرعي، ومع ذلك نحن نحترم هذا، نحن لم نفتح مكتب وهناك شركة وهناك شخص بريء هو في السجن لانه منتمي الينا، وانا اعلن هنا وانا اعلن من هنا انه ليس لنا اي موظفين في مصر، ليس لنا اي موظفين باي شكل من الاشكال في مصر. طيب. كويس، وبالتالي يجب ان يراجعوا موقفهم كويس وان يراجعوا جيدا ما يقولونه عن شبكة التلفزيون العربي، لأننا صمتنا مرة تمام والآن لم نصمت، نحن نسلك كل المسارات القانونية والسبل المتاحة لإيقاف هذا الورع. طيب دعني هنا فقط على ذكر المسارات القانونية سيد إسلام سأعود معك، ابقى معي أرجوك. ينضم معي الآن سيد زياد العليمي محامي شبكة التلفزيون العربي. سيد زياد، ما هي يعني الخطوات والإجراءات القانونية ضمن إطار رد الفعل على ما جرى؟
مساء الخير يا فندم. دلوقتي النهارده صدر بيان، وده مش اول مره يتم التعرض لشبكه التلفزيون العربي بالطريقه دي. صدر بيان من وزاره الداخليه بيتهم القناه بانها مدعومه اخوانيا وكلام من ده، وانه طبقا للقواعد في مصر في قرار من مجلس الوزراء باعلان جماعه المسلمين جماعه ارهابيه، وفي نفس الوقت في قانون الكيانات الارهابيه واللي بينطبق على الخاص والكيانات. لو كان في اي حاجه كان هيتم تقديم المؤسسين القناه، او يتم ادراجهم، او يتم حتى ادراج القناه كمؤسسه ارهابيه، وده مش حاصل. وبالتالي انا رايي ما فعلته السلطه التنفيذيه ممثله في وزاره الداخليه النهارده يعني هو تجاوز غير مقبول، لان هو المفروض انها مؤسسه بتعمل بالقانون، عارفه يعني ايه قانون، وعارفه ان في قانون كيانات ارهابيه، وعارفه ان لو كان ده حاجه حقيقيه كان عليها انها تقدم ما يثبت ذلك. ما يثبت كمان انه قناه العربي يعني ما لهاش اي علاقه بالكلام اللي اتقال النهارده ده، ان اعلانات قناه العربي كانت موجوده في الشوارع المصريه تحت عين وزاره الداخليه، وتحت عين مجلس الوزراء، وتحت عين كل مؤسسات الدوله، كانت موجوده في شوارع القاهره. وبعد كده تم عبر بعض المؤسسات الاعلاميه اتهام قناه العربي بانها قناه لجماعه الاخوان المسلمين، ويعني بدون تقديم اي حاجه، حتى اللي عنده حاجه بيروح يقدمها للنائب العام، وبالتالي بتتحفظ بتحتفظ القناه بحقها القانوني في مقاضاه كل من اساء اليها، وكل من مارس الجرائم السب والقصف في حق الشركه او مؤسسيها. وده هيمشي بالتوازي مع سعي الشركه لانها يبقى لها مكتب في مصر. اذا كان يعني في مشكله عند اي دوله، لو اي دوله ديمقراطيه، لو عندي مشكله مع الخطاب اللي بتوجهه قناه ما، انا بقول لك ان احنا عايزين نتقدم، وعايزين يبقى لنا وضع رسمي في مصر، لانه احنا الشركه ليها فروع في عدد كبير من الدول مش منهم مصر، وعايزين يبقى لنا فرع في مصر. طيب وضحت الصوره، يوافقوا على الطلب. وضحت الصوره سيد زياد العليمي المحامي شبكه التلفزيون العربي، شكرا جزيلا لك. بالعوده الى سيد اسلام لطفي المدير التنفيذي شبكه التلفزيون العربي. سيد اسلام، يعني هل سيبقى يعني رد فعلكم محصورا ضمن الاطار القانوني، ام انه سيتعدى ذلك كون ان الشركه ايضا هي شركه بريطانيه ومقرها في لندن؟ بالطبع سيظل محصورا في الاطار القانوني. كويس، نحن نحترم القانون ونسعى الى ارساء دوله القانون وانفاذ القانون، وان يكون الديمقراطيه والقانون جزء ومكون اصيل من ثقافه جيل الجديده والشباب. فبالتالي ستكون معركتنا معركه قانونيه، تمام، سنتمسك بحقنا، سنواجه كل من قام بالخوض في سمعه القناه واتهامها واتهام الشركه بما ليس فيها. سنلجأ الى كيانات ومنظمات حقوقيه دوليه، كويس، سنخاطب منظمه الماده 19، وسنخاطب العفو الدوليه، وسنخاطب هيومن رايتس ووتش، كل من هو معني بملف حقوق الانسان وحريه الراي والتعبير سنخاطبه بصفه مهنيه بالمناسبه، ليس بصفه تحريضيه. الان مصر فعليا في هناك ازمه، الصحافه اصبحت جريمه، يعني ان تصبح تاجر مخدرات ليست في جرم وبشاعه ان تكون صحفي حر في مصر. يعني عدد من ماتوا، تمام، من الصحفيين غير مساوي لعدد من قتلوا في جرائم مداهنة أو كار مخدرات أو عصابات إتجارة المخدرات، وهذا وضع عجيب. طيب. الصحافة هي سلطة رابعة، الصحافة هي لسان حال الناس، الصحافة والإعلام هم ضمير الناس. لماذا يريدون كتم هذا الصوت، كويس، وخنق هذا الضمير؟ هناك علامة تعجب. نعم، شكرا جزيلا لك في النهاية سيد إسلام لطفي المدير التنفيذي شبكة التلفزيون العربي على انضمامك معنا. فاصل قصير مشاهدينا، ثم نعود لنواصل فقره معنا.
أهلا بكم من جديد. نظمت جماعة تطلق على نفسها البديل الثوري وقفة احتجاجية تنديدا بالتدخل السعودي في اليمن. يأتي ذلك تزامنا مع جدل واسع حول توترات تشوب العلاقات المصرية السعودية. ونرحب مشاهدينا الكرام عبر سكايب السيد بشير عبد الفتاح الباحث والمحلل السياسي. أهلا بك سيد بشير. يعني بداية يعني موضوع تظاهرة في وسط شوارع القاهرة أمام السفارة السعودية يسمح لها ويعني يسب من خلالها العاهل السعودي، ماذا نفهم من هذا؟ يعني في البداية أود الإشارة إلى أن مصر بعد ثورتين شعبيتين أتصور أن بها مساحة لا بأس بها من حرية التعبير، وإن كنت أتشكك كثيرا في مسألة تظاهرة أمام مبنى السفارة السعودية كما أشرتم يسب فيها مسؤول سعودي أيا كان، يعني أنا أستبعد تم التأكد منها بالأمس، ويعني تم تأكيد ذلك ولم يعد بالأمر الخافي سيد بشير. أوكي، إذا كان ذلك كذلك فأعتقد أن هذا أمر يعني ليس مستغربا، لأنه من الصعب أن تجد إجماعا في دولة ما حول قضية بعينها. الموقف المصري حيال عاصفة الحزم معروف، موقف الدولة المصرية، الموقف الرسمي المصري في هذا السياق معروف للجميع. أيضا على المستوى الشعبي هناك يعني قبول شعبي واسع لهذا الأمر، وإن كان هناك تخوفات من تداعيات هذا العمل العسكري في ضوء الخبرة المصرية المؤلمة للتدخل العسكري في اليمن في ستينيات القرن الماضي وانعكاس ذلك على الهزيمة المروعة في يونيو عام 1967. ولكن إجمالا هناك تفاهم إلى حد كبير على أن مضيق باب المندب مهدد، وهو يمثل بوابة جنوبية للأمن القومي المصري كما وضح الفريق الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكن هذا لا يمنع من وجود بعض الآراء المعارضة، هذا لا يمنع من وجود بعض القلق. ولكن سيد بشير، يعني هناك من لديه ملاحظات وهناك من يفرق ما بين الخطاب الإعلامي وما بين الخطاب السياسي الرسمي. يعني عندما تقول أن هناك حرية في الرأي وهناك من يخرج في تظاهرات وله الحرية في إبداء رأيه، هناك من يعلق عليك ويقول أن حرية الرأي والتعبير في مصر تتعرض إلى انتهاكات. بالتالي يعني كيف تقيمون العلاقة المصرية السعودية بعيدا عن الخطاب الإعلامي الآن؟ ما الذي يجري؟ يعني تاريخ العلاقات المصرية السعودية يشهد بأنها علاقات وثيقة بكل المقاييس بحكم التاريخ والجغرافيا والجوار الاستراتيجي. بعد 30 من يونيو 2013 هذه العلاقات اكتسبت بعدا جديدا وتقاربا أكثر في التوافق حول موقف من الإسلام السياسي. أيضا بعد 3 من يوليو 2013 كان الموقف السعودي مؤيدا ومساندا بشكل كبير للموقف المصري الرسمي. لذلك حينما ووقفت المملكة العربية السعودية إلى جانب دول عربية أخرى إلى جانب مصر لمساعدة مصر من أو تلافي انهيار الاقتصاد المصري، كما أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الوقفة السعودية والإماراتية والكويتية وما إلى ذلك. أيضا الآن السعودية تتعرض لتهديد مباشر من قبل تغلغل النفوذ الإيراني عبر دعم جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن، وهنا تتلقى المصالح المصرية السعودية ليس فقط بسبب إيران كتهديد مباشر للمنطقة، وإنما باب المندب، مضيق باب المندب يمثل يعني البوابة الجنوبية للأمن القومي المصري، فهنا تلقت المصالح الاستراتيجية بين المملكة ومصر. ولكن رغم هذه النقطة، نقطة التلاقي في المصالح كما تفضلت، ولكن هناك من يرى أن دلالة خطاب السيسي الأخير الرئيس المصري وحديثه عن ضرورة أمن الخليج وأيضا حديثه عن أن الجيش المصري هو لحماية المصريين فقط، بالتالي
يعني لم يفهم من حديثه يعني موقف واحد. يعني هذا يعكس جدل استراتيجي وسياسي داخل مصر. ثمة من يرى داخل مصر بأن الدولة المصرية منشغلة بحرب ضروز ضد الإرهاب في سيناء وفي الوادي والدلتا وعلى الحدود مع طيب. ليبيا، حرب ضد داعش، ضد إسلام متطرف، وبالتالي هذا كفيل بأن تركز مصر في معركتها ضد الإرهاب طيب. في الداخل المصري ولا تتوسع وتمتد في الخارج. ولكن اعتبارات الأمن القومي المصري والالتزامات الأخلاقية والاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتعهد التعهدات المصرية للمملكة ولدول طيب الخليج. طيب اسمح لي فقط أخذ أيضا أشرك معي في هذا الحوار السيد خليل العناني، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جونز هوبينغز الأمريكية عبر الأقمار الصناعية. سيد خليل، يعني هل تفهم هذا حرية للتعبير أن يسمح لتظاهرة حول السفارة السعودية تشتم وتسب العاهل السعودي، أم أن هناك دلالات أخرى لهذا الموضوع؟ طبعا هناك دلالات اخرى. يعني اولا تحيه لك وللزميل العزيز بشير عبد الفتاح، لكني اختلف جذريا مع مقاله بشير في كل النقاط تقريبا. النقطه الاولى، ليس هناك اي حريه في مصر، هناك الاف المعتقلين اسلاميين وغير اسلاميين، هناك صحفيين معتقلين، هناك من يتظاهر سلميا يقتل مثل شيماء الصباغ وسندس عاصم، وبالتالي السماح للتظاهره لبعض المجموعات في التظاهر وعدم السماح للاخرين هو ازدواجيه في التعامل، واعتقد ان هناك رضا مصري بشكل او باخر عن هذه التظاهره. الامر الثاني فيما يتعلق بالاجماع الشعبي حول الحرب في اليمن، هذا غير صحيح. يعني كي نتحدث باسم الشعب المصري لابد ان يكون لدينا ادوات لذلك. هل جرى استفتاء قبل الدخول او قبل المشاركه في ما يحدث الان في اليمن؟ يعني استفتاء شعبي لم يحدث على الاطلاق، وبالتالي قرار الدخول في هذه الحرب قرار خاص بالنظام السياسي في مصر لمصالح خاصه به. الامر الثالث، باب المندب. باب المندب هو امن قومي للعالم، ولا اعتقد انه مصر فقط مخوله للدفاع عنه. هناك الان في باب المندب قوات فرنسيه وقوات بريطانيه وقوات امريكيه، يعني الاسطول الامريكي جزء من الاسطول الامريكي السادس موجود في باب المندب. هناك يعني اتفاقيات دوليه تمنع اي حد من السيطره عليها، وبالتالي البحث عن مبرر للتدخل في اليمن تحت باب المندب هذا حق يرد به باطل. التدخل في اليمن جاء نتيجه لاسباب طيب. متعلقة أعود معك إلى الموجود في مصر الآن. نعم. سيد خليل، حاجة لدعم مالي واقتصادي. سيد خليل، أعود معك إلى يعني ما قلته أن هناك دلالات لموضوع التظاهرة حول السفارة وربما رسائل، ما هي بالضبط؟ نعم. أنا أعتقد أنه أول رسالة يعني أن هناك توتر مكتوم في العلاقة بين الرياض والقاهرة، وهذا الأمر واضح بشكل أو بآخر خلال الفترة الماضية. أول مؤشر على ذلك ما حدث في القمة العربية، خاصة فيما يتعلق بالملف السوري. أتصور أنه الأمر الثاني، هناك خلافات واضحة بين الرؤى في الرؤى بين الرياض والقاهرة في عدة ملفات. الملف الأول ملف السوري، كما قلت في السابق النظام السياسي في مصر يرى أن الحل في سوريا حل سياسي بالأساس. المملكة العربية السعودية طبعا الحل حل عسكري. الأمر الثاني، الملف الليبي، هناك اختلاف واضح في الرؤى. مصر طبعا الحل في ليبيا على العكس من موقفها في سوريا، حل عسكري بالأساس وليس يوجد حل سياسي. السعودية ترى أنه لا، الحل السياسي هو الأهم. طيب. الأمر الثالث متعلق بالأولويات في المنطقة. النظام في مصر الآن يرى أن الأولوية بالأساس هي محاربة الإسلام السياسي، أما الرياض ترى أن الأولوية بالأساس لمحاربة النفوذ الإيراني ووقف التمدد الشيعي في المنطقة العربية، وبالتالي هناك فجوة واسعة. هذه الفجوة تم التعبير عنها من خلال تصريحات وحالة من السجال الإعلامي بين المحسوبين على الطرفين، المحسوبين على النظام في السعودية والمحسوبين على النظام في مصر، وبالتالي هذه الخلافات لم تتحول إلى يعني أزمة حتى هذه اللحظة، لكن أنا أتصور أن هناك فجوة واسعة بين الطرفين في القضايا الاستراتيجية المهمة في المنطقة العربية. طيب سيد بشير، يعني التظاهرة كانت ضد التدخل السعودي في اليمن دون الإشارة إلى التدخل المصري في اليمن، لماذا؟ يعني في البداية تعليق سريع على ما تفضل به الصديق العزيز دكتور خليل. يعني لا يمكن القول بأن التطابق في وجهات النظر ما بين أي دول هو يعكس مدى قوة العلاقة. ليس من المطلوب أن يكون هناك تطابق تام في وجهات النظر ما بين الرياض والقاهرة، وإنما حتى أقرب الحلفاء إلى بعضهم البعض، مع الفارق الولايات المتحدة وإسرائيل على سبيل المثال، رغم العلاقة الخاصة الاستراتيجية التي تربط بينهما، هناك تباينات في وجهات نظر
نظر عديدة وفي مواقف عديدة، ولكن هناك ثوابت في العلاقات المصرية السعودية. يعني لا أعتقد أن أنا أو الدكتور خليل أو سيادتك أو المشاهدين قد يختلفوا على أن إيران تمثل تهديدا أو أحد التهديدات المهمة للأمن القومي العربي، وأن مسألة التصدي للنفوذ الإيراني المتغلغل في المنطقة ربما يكون هدف يجمع القاهرة والرياض. لا أحد يشكك أيضا في أن مسألة اضطراب الملاحة في باب المندب. طيب نعم، أنت تتحدث ربما بمبادئ عامة، ولكن التظاهرة وما قيل فيها أن تدخل شجب التدخل السعودي في اليمن دون الحديث عن التدخل اليمني، هل هناك رسائل ربما إلى السعودية من خلال هذا الأمر؟ لا، يعني هذا يعود ربما لأن المملكة العربية السعودية هي التي تقود التحالف هذه المرة وتقود التحرك العسكري العربي في اليمن وليس مصر، حيث يمكن القول أن السنوات القليلة المنقضية وربما حتى منذ عام 2003 الاحتلال الأنجلو أمريكي للعراق حدث تغير تدريجي في موازين القوى العربية، وحينما جاءت الثورات العربية في عام 2011 أنهكت بعض الدول العربية المركزية كمصر وسوريا والعراق، ومن ثم بدأ ينتقل مركز التأثير العربي والقيادة العربي تدريجيا من هذه الحواضر العربية التقليدية. نعم، هذه النقطة المهمة أبوظبي. سيد خليل، هذه النقطة المهمة أنتقل بها إليك، وهي الحديث يعني ما دار في التظاهرة والشعارات حول تدخل السعودية في اليمن دون ذكر يعني التدخل المصري في اليمن. من المعروف أن التظاهرة في مصر عندما تخرج بدون ترخيص تقمع من قبل الأمن، هذا أصبح متعارفا عليه، ولماذا صمت الأمن ولماذا يعني سمعنا هذه الشعارات ضد السعودية؟ يعني الأمن لم يصمت فقط، الأمن كان يحمي هذه المتظاهرة. يعني رأينا في بعض الصور هناك بعض أفراد الأمن المتواجدين في محيط التظاهرة، هذا يعكس كما قلت في السابق أن هناك غض الطرف من قبل النظام في مصر حول هذا الوضع. لابد أن نضع ذلك في الإطار الأوسع. أنا أتصور أنه كما قلت في السابق هناك بوادر لتوتر في علاقة بين الرياض وبين القاهرة. هذا التوتر يأتي نتيجة الأسباب الواقعية وليس أسباب مفتعلة. أول سبب أن هناك خلافات في وجهات النظر، وطبعا أنا أتفق مع الأستاذ بشير ليس بدون أن يكون هناك تطابق، لكن واضح جدا أن هناك اتساع للمساحة والفجوة بين الطرفين. جزء من هذه المسألة أن النظام في مصر الآن لم يدرك التحول الذي حدث في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتحول داخل بيت الحكم السعودي. لم يعد داخل بيت الحكم السعودي أولئك الذين كانوا يدعمون النظام في مصر منذ انقلاب 30 يوليو حتى الآن. هذه المجموعة تم تغييرها بمجموعة أخرى لا تشارك النظام في مصر هذه الرؤية. الأمر الثاني، النظام في مصر الآن وخاصة السيسي لديه رؤية فوقية للعلاقة مع الخليج العربي، وهو قد تم تكسير ذلك من خلال تسريب بعض التسريبات عندما تحدث مدير مكتبه عباس كامل وقال فيما يعني الدفع مقابل الحماية. فهو ينظر للوضع في اليمن باعتباره مصدرا للدخل، مصدرا للابتزاز، مصدرا للحصول على الأموال، وليس مصدرا لحماية الأمن القومي المصري. الأمر الثالث، معظم هناك كثير من القوى السياسية المصرية ترفض الدخول في هذه المغامرة في اليمن لأكثر من سبب. السبب الأول كما تفضل الأستاذ بشير الهاجس التاريخي فيما يتعلق بالستينات والذي حدث لمصر بعد ذلك من هزيمة منكرة مع إسرائيل بسبب الانشغال في الستينات. الأمر الثاني، لم يحدث أي نقاش سياسي أو مجتمعي حول تدخل في اليمن. طبعا هناك غياب للبرلمان في مصر، كان مفترض أن يتم يعني استشارة الرأي العام المصري قبل التدخل في مثل هذا، يعني هذا قرار استراتيجي خطير جدا أن يتم المشاركة في حرب بشكل أو بآخر. لم يتم استشارة أي أحد. معظم القوى السياسية خاصة الثورية عرضت هذا الموضوع، يعني على سبيل المثال الاشتراكيين الثوريين، حركة 6 ابريل الذي البديل الثوري، وهؤلاء عرضوا هذا التدخل. وبالتالي يعني الصمت على هذه التظاهرة يعكس ان هناك يعني موافقة ضمنية من النظام السياسي المصري، او يعني محاولة ارسال رسالة بان هناك من يستطيع ان يعني يؤثر على الوضع في اليمن. طيب سيد بشير، يعني لم نفهم من خطاب السيسي سيشارك الجيش المصري ضمن عاصفة الحزم ام لا؟ بداية أيضا لي تعليق سريع على ما تفضل به صديقي خليل. في البداية يعني نتساءل، هل الولايات المتحدة الأمريكية التي تدخلت حول العالم ما يربو على 184 تدخلا عسكريا في بقاع شتى من أرجاء المعمورة، هل كانت تعود إلى الرأي العام الأمريكي قبل أن تتدخل؟ بعض التدخلات كانت سرية والبعض الآخر كان علنيا، وفي كل الأحوال أو في كلتا الحالتين لم يكن هناك رجوع إلى الرأي العام أو ربما حتى إلى الكونغرس الأمريكي نفسه، وهي أعتى الديمقراطيات في العالم.
ثانيا الحديث عن أن مسألة المبادلة ما بين الأمن والمال نتدخل فتدعمون ماليا، يعني لا أتصور أن المبادرة السعودية التي حدثت في عاصفة الحزم قد أتصور أنها تدحض هذا الادعاء، بمعنى المملكة تحركت من تلقاء نفسها، المملكة العربية السعودية لديها طائرات غير موجودة في مصر، يعني F-15 على سبيل المثال. طيب سيد بشير، عودة إلى سؤالي، يعني من خلال خطاب السيسي الدلالات التي خرجنا بها أن الجيش يحمي مصر ومكلف بحماية مصر، وأيضا يعني لم نفهم بالضبط هل سيكون هناك مشاركة للجيش مع الحملة السعودية ضد الحوثيين أم لا؟ سيد الفاضل، لدينا دستور الآن في مصر يحظر على رئيس الجمهورية أن يقوم بإرسال قوات عسكرية مصرية للعمل في الخارج أو لمهام قتالية خارج البلاد دون الرجوع إلى البرلمان. أما وأنه ليس لدينا الآن في مصر برلمان، الرئيس يجمع ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولكن في غير مرة صرح الرئيس السيسي بأن القوات المصرية لا يمكن أن تشارك في عمليات برية في الخارج. دور مصر في عملية عاصفة الحزم، شاركت في عمليات بحرية من أجل فرض الحصار البحري على اليمن الحيلولة، أيضا في بعض العمليات الجوية وبعض العمليات اللوجستية والاستخباراتية. أرى ابتسامة على محيى السيد خليل العاني، يبدو العناني، يبدو أن لديه تعليق حول هذه النقطة. طبعا لدي تعليقات، لا عدة امور طبعا، يعني اختلاف الراي لا يفسد ود قضيه الاستاذ بشير زميل عزيز واخ عزيز، لكن هناك رد على كل ما قاله. الامر الاول طبعا، يعني اولا تدخل امريكا في الخارج هذا امر غير مرغوب ومرفوض طبعا، وهذا ليس يعتبر قدوه نقتدي بها، لكن ايضا هناك في امريكا مؤسسات منتخبه تستطيع ان تحاسب. الكونغرس الامريكي هو المخول باعطاء موافقه لاي تدخل عسكري خارجي، ليس في مصر اي مؤسسه منتخبه حتى هذه اللحظه كانت تعطي هذه الموافقه. الامر الثاني، الحديث بأن السعودية في حاجة إلى دعم عسكري مصر، هذا أمر غير صحيح، لأن السعودية إذا نظرنا للتوازن العسكري والقوات العسكرية السعودية أو القدرات القتالية السعودية والقدرات القتالية المصرية، ما حدث خلال العقدين الماضيين أن هناك تحسنا كبيرا جدا وقفزة فيما يتعلق بالتقنيات القتالية السعودية تتفوق حتى على الجيش المصري بشكل أو بآخر. كما قلت في السابق، النخبة المصرية أسرت منظور تقليدي حول أن مصر هي أقوى من كل القوى العربية الموجودة في المنطقة. الأمر الثالث متعلق ب طيب حتى لا نغرق بالتفاصيل البحري أخيرا، يعني هذه مبالغة. نعم أخيرا سيد خليل، حتى لا نغرق بالتفاصيل، لدينا فقط يعني سؤال. نقطة واحدة، نعم. التحرك المصري في باب المندب جاء نتيجة تساؤل نعم. مهم، يعني تفضل. بالأخير التظاهرة، وغض النظر عن التظاهرة في مصر، هل هو رسالة للسعودية من مصر وكان الموضوع اليمني مناسبة؟ طبعا بلا شك، وهذا ياتي في اطار رسائل اخرى. يعني عندما يتحدث اعلامي محسوب على النظام في مصر بلغه غير مقبوله على النظام السياسي السعودي، كما حدث مع الصحفي ابراهيم عيسى او صحفي اخر في قناه اون تي في، يقوم باصدار او بالتعليق بشكل غير مناسب وغير لائق بطبيعه العلاقه بين الطرفين، هذا وهؤلاء الصحفيين هم جزء من الاذرع الاعلاميه التي لا تعمل من فراغ، هي تعمل من خلال توجيه من القوات المسلحة المصرية. وبالتالي أتصور أن يعني السماح الذي تظهره هو يأتي في إطار الضغط غير مباشر على السعودية، باعتبار أنه كما قلت في السابق أنه لا تتخيلوا أنكم سوف تذهبون لوحدكم، لابد أن تأخذوا رأينا. وأتصور جزء من المشكلة الحالية أنه هناك شعور مصري بأن السعودية تقود المنطقة العربية، هناك الآن دعوات سعودية لك. يعني لا تخجل من القول أن هناك نفوذ سعودي في المنطقة العربية وهناك حقبة سعودية قادمة. شكرا جزيلا لك. في الختام سيد خليل العناني، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، كنت معنا من واشنطن، وأشكر أيضا عبر سكايب سيد بشير عبد الفتاح الباحث والمحلل السياسي في الأهرام، كنت معنا من القاهرة. واصلت وزارة الخارجية متابعة عملية إجلال المصريين في اليمن، حيث وصلت مجموعات إلى المنافذ البرية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ولا توجد تقديرات رسمية حول أعداد المصريين باليمن، غير أن تقارير محلية كشفت عن أن عدد المصريين العاملين باليمن يتراوح بين 6000 و7000 شخص، يعمل أغلبهم كمدرسين وأطباء وممرضين. وأوضح بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد أنها نجحت في مساعدة نحو 380 مصريا على السفر من اليمن والعودة إلى أرض الوطن، سواء برا أو بحرا أو جوا.
ومعنا على الهاتف من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. نبيل، يعني حدثنا عن أوضاع المصريين سواء كان في صنعاء أو في غيرها من المحافظات، ما الذي يواجهونه الآن من مخاطر وماذا عن عمليات الإجلاء؟ نعم، بالنسبة للمصريين هنا سواء في العاصمة صنعاء أو في بقية المحافظات اليمنية الأخرى، الكثير منهم تم إجلاؤهم عبر المنافذ الحدودية. الغالبية كان عبر منافذ الحدودية من البحر الأحمر باتجاه محافظة الحديدة، والبعض الآخر باتجاه المحافظات حضرموت، المهرة، الحدود العمانية والمملكة العربية السعودية باتجاه منطقة الوديعة، كذلك حدود حرب. الكثير من المصريين خلال المرحلة الراهنة كانوا هم متواجدين بشكل كبير جدا، لكن مع الأزمة الراهنة التي حصلت الكثير سافروا، حتى حاولنا هذا اليوم التواصل مع الكثير من المصريين المتواجدين سواء في محافظة الحديدة غرب اليمن أو في محافظة تعز أو في محافظة عدن، غير أن غالبيتهم غادروا اليمن، وتبقى البعض في محافظة عدن بحسب شهود عيان هناك في محافظة عدن في فندق يسمى فندق القصر، ما زال هناك بعض المصريين في. طيب، ما الذي يعيق عملية إجلائهم؟ يعني الذين لا يستطيعون حيلة للخروج من اليمن، ما الذي يعيقهم الآن للخروج؟ هو الآن في مثلا كمحافظة عدن الاشتباكات تدور في أكثر من شارع وفي أكثر من حي، هذا قد يحول دون عملية النقل المصريين المتواجدين في محافظة عدن. كذلك في بعض المحافظات اليمنية تشهد الأمن، وخصوصا أولئك المدرسين مثلا الذين يعملون في المناطق الريفية لا يخشون خطرا على حياتهم، خصوصا أنهم يعملون في مناطق ريفية بعيدة عن مراكز المدينة أو عن مراكز الصراع، هذا قد لا يؤثر، فالبعض منهم مكث هنا، فيما البعض الآخر يمكث في منطقة الصراع، منهم من استأجر الوقت من البداية حين تم نقل السفارة المصرية إلى عدن ومباشرة سافروا إلى مصر، وفيما البعض الآخر تريد حتى تهدأ الأوضاع أو لعل الأوضاع تهدأ، غير أن الوضع في اليمن يتجه من سيء إلى أسوأ، وهو ما أدى الكثير إما أن يتريدوا للهدوء الذي قد يحصل في بعض المحافظات اليمنية من أجل أن يتم إجلاءهم بشكل أسرع. نعم. نبيل، يعني إذا أردت منك معلومات أكثر يعني حول أوضاع المصريين في اليمن، يعني قلت أن هناك بعض المصريين الذين يريدون الخروج من الأزمة في مناطق الصراع، يعني ما الذي يخشى على هؤلاء المصريين؟ أي طرف خطر عليهم من أطراف الصراع؟ إذا كان لديك أي معلومات حول هذا الأمر. هو لا يوجد أي معلومات، ولكن بطبيعة الحال طالما أن هناك اشتباكات فالوضع خطر ليس على المصريين فحسب، ولكن حتى على اليمنيين أنفسهم الذين يخشون من أن يتم الخروج في مغبة الصراع. لكن الكثير من المصريين لا يخشون أن يكون هناك مثلا أنهم إلى أن ينتمون إلى أي طرف أو تخوفا من أن يكون أي طرف، ولكن الوضع بشكل عام في اليمن يجبر الكثير من الرعايا الذين يعيشون هنا تحديدا المصريين، خصوصا أن كذلك المشاركة مشاركة مصر في الحملة العسكرية على اليمن أو على الحوثيين هنا في اليمن، هذه كذلك جعلت الكثير من المصريين يتخوفون على حياتهم على أن يحصل هناك ردة فعل على الحملة المصرية التي أو على التي نزلت في باب المندب وفي مناطق أخرى من اليمن. نعم. أو على المشاركين في العاصفة. نعم نبيل، شكرا جزيلا لك نبيل اليوسفي مراسلنا من صنعاء. إذن مشاهدينا الكرام، ما زلتم وبرنامج بتوقيت مصر، فاصل ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. في توجه ليس الأول من نوعه، عبرت جماعة الإخوان المسلمين على لسان أحد أعضاء مجلس شورى الجماعة، عبرت عن عزمها التوجه إلى منظمة الأمم المتحدة لوضع حد للأحكام الصادرة بحق قياداتها،
خطوة يرى مراقبون أنها ستبوء بالفشل، خاصة وأن المادة الثانية من ميثاق المنظمة يحظر عليها التدخل في شؤون الدول. تقرير التالي يرصد لنا جانبا من تحرك الجماعة نحو تدويل قضيتهم. إلى فضيلة المفتي. بعدد ضخم من أحكام الإعدامات دخل القضاء المصري دائرة من النقد تجاوزت نطاق المحلية لتقفز باسم مصر إلى صادرة تقارير المنظمات الحقوقية الدولية. قضية حاولت جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها الأكثر استهدافا بتلك الأحكام استجلاب التدخل الدولي بشأنها. فبعد رفض المحكمة الجنائية الدولية للعريضة التي تقدم بها التنظيم لفتح تحقيق دولي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مصر إثر عزل الرئيس محمد مرسي، معللة ذلك بعدم جواز فتح تحقيق بدون تقديم طلب من جهة رسمية مصرية إلا عبر مجلس الأمن الدولي، لوح أمين عام اتحاد علماء المسلمين بورقة المجتمع الدولي في وقت لاحق لتنفيذ حكم الإعدام بحق محمود رمضان أحد أنصار الجماعة على خلفية أحداث شغب لاحقة لأحداث 3 يوليو، مطالبا القضاء الدولي بسرعة التدخل لإيقاف تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام. إن دي قضية سياسية بالدرجة الأولى، دوافعها سياسية بالدرجة الأولى، دول الخصوم السياسيين قادة جماعة الإخوان دلوقتي بيعدوا من قبل قادة الانقلاب هم الخصوم السياسيين، فبيستخدم قادة الانقلاب العسكري الدموي قشرة قانونية في الزج بهم في السجون ثم إرسال النيابة إليهم للتحقيق معهم ثم محاكمتهم للتخلص منهم سياسيا. وفي سياق متصل يسعى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين للجوء إلى منظمة الأمم المتحدة مرة أخرى، إذ عمد الدكتور جمال حشمت عضو مجلس شورى الجماعة إلى نشر عنوان مراسلات الأمم المتحدة معلنا عن البدء في حملة لوقف الأحكام الصادرة ضد قيادات وأعضاء الجماعة. يأتي ذلك تزامنا مع الاستنكار الدولي الذي استتبع تأييد الحكم بإعدام 7 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث عرب شركس. الأمر ده لم يحدث على تاريخ أو على مدار أكثر من 100 عام، هي تاريخ القضاء المصري للأسف الشديد، يعني لا نعرف السبب إلى إعادة الأوراق مرة ثانية إلى المفتي. جماعة الإخوان المسلمين التي يواجه مرشدها العام محمد بديع 3 أحكام بالإعدام فضلا عن إحالة 1463 شخصا من قياداتها والمنتمين إليها إلى فضيلة المفتي. تم تأييد أحكام الإعدام بحق 436 متهما منهم، بينما خفف الحكم على الآخرين إلى السجن أو البراءة. لا تزال تنتظر كثير من أعضائها مصائر مجهولة على ذمة قضايا تتعلق بارتكاب أعمال عنف أو الانتماء لجماعة إرهابية أو حتى بتهم تتعلق بالتخابر لصالح دول أجنبية. ومعنا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول السيد عادل الراشد عضو البرلمان المصري سابقا. سيد عادل، ما حقيقة تحرك الإخوان المسلمين نحو الأمم المتحدة لإيقاف أحكام الإعدام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء بوجه التحية لحضرتك والأسرة البرنامج والقناتكم المحترمة، أهلا بك، والسادة المشاهدين، وتحية خاصة لأهل مصر من الأحرار والحرائر المتواجدين في الميادين وفي الشوارع وفي النجوع والقرى رغم أحكام الإعدام التي تصدر. وكل واحد خارج في مثل هذه التظاهرات يعلم أنه لن يعود إلا بحكم بالإعدام أو رميا بالرصاص أو حبس في سجون الانقلاب. الأمر الثاني أستاذي العزيز، دعنا نوصف قبل لماذا يلجأ الناس إلى المنظمات الدولية، لأن لابد أن نوصف الحالة القضائية في مصر. وأنا أريد أن أحيل حضرتك والسادة المشاهدين لبعض التصريحات كانت في منتهى الغرابة وأنا مسجلة عندي فيديو بعد تولي الرئيس مرسي في 30/6/2012 وتحديدا يوم 11/7/2012 القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي قالت أن إدارة أوباما طمأنت إسرائيل بما سوف تقدم عليه الجهات القضائية ضد مرسي وجماعته. وفي اليوم الثاني مراسل التلفزيون الإسرائيلي في واشنطن قال أن الإدارة الأمريكية بتعمل سرا وبشكل وثيق مع جهات قضائية مصرية والمجلس العسكري، ولم يخرج أحد لتفنيد أو تكذيب هذا الأمر. الأمر الثاني،
من كيف وسد الأمر إلى السيسي ومن قبله عدلي منصور؟ السيسي في أول لحظة له قال إيقاف العمل بالدستور والقانون، ومع ذلك جاء عدلي منصور ليقسم اليمين على الدستور، الدستور لم يكن موجودا. طب أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن عدلي منصور كان رئيس المحكمة الدستورية العليا، دي أعلى محكمة قضائية في البلاد. ثلاثة، الرئيس نادي القضاء قال إن أي قانون هيأتيني من مجلس الشعب هذا لن نحكم به، إذن هذه بلطجة قضائية أو قل إن شئت بلطجة سياسية. ثم من بعد ذلك قضية النيابة العامة كأحد أفرع القضاء، النيابة العامة اللي هي ضمير الأمة ضمير المجتمع عفوا، هي اللي بتعمل القيد والوصف للجنح والجنايات والجرائم المختلفة. طيب لما تيجي طيب الآن النيابة العامة توصف مثلا القيد والوصف في حالة زي 37، طيب الآن الآن التوجه بتوع عربية الترحيلات أبو زعبل، إذا كنت تسمح لي حتى لا نغرق بالتفاصيل، يعني الآن أسأل فقط ما الجدوى من هذا التحرك إذا كنتم قد تحركتم سابقا ورفضت طلباتكم على الضغط على الحكومة المصرية أو في تدخل أممي في القضاء المصري، إذا كان قد فشل سابقا ما الجدوى منه الآن؟ لا لا، هو حضرتك دلوقتي أنت إذا 476 حكم بالإعدام، عندك أحكام إعدام جماعية، منظمة العفو الدولية قالت إن مصر هي الأسوأ في العالم في مسألة الأحكام الإعدامية، أحكام الإعدام الجماعية يليها نيجيريا. وعند حضرتك زي ما شفت الحكم إحالة أوراق 528 واحد للمفتي مرة واحدة و 683 واحد المفتي مرة واحدة، هذه أحكام غير مسبوقة في التاريخ المعاصر ولا حتى التاريخ القديم. وإن كان سيد عادل، سيد عادل فقط اسمح لي، يعني المادة الثانية في الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، عذرا للمقاطعة، يعني المادة الثانية في الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، نتكلم هنا عن جدوى التحرك، تمنع المنظمة ذاتها من التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة سيما القضاء، بالتالي هذا مخالف للقانون الدولي، يعني ما الجدوى من التحرك الآن؟ لا تحرك مشروع في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وفي اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اللي هي اللجنة الأفريقية في الاتحاد الإفريقي. هذه الأدوات أو هذه الوسائل المشروعة القانونية التي يلجأ إليها الناس، إذا كان هناك في العرائد الدعوة التي تقدم بها البعض من قبل بعض الثغرات القانونية، فينبغي الآن الذين يدرسون القضايا ويتقدمون بها إلى هذه الجهات الدولية أن يدرسوها جيدا، وهذا ما يتم الآن. طيب. حتى لا يحدث ما حدث من قبل. لكن أنا أقول لحضرتك، إذا كانت أحكام الإعدام تصدر بهذا الشكل، كيف يتعامل الناس؟ ليس هناك جهة قضائية في مصر مأمونة أو مأمولة بحيث يتوجه لها الناس بالشكاية، يعني هل تتوقعون رد فعل أممي يستجيب لأن يكون طرف في هذه في التدخل وحسم الأمور داخل مصر؟ يعني نحن ابتداء نأخذ بالأسباب، ومن هذه الأسباب نحن نأخذ بكل الأسباب القانونية والأسباب المشروعة. فمن الأسباب القانونية والأسباب المشروعة أمامنا الآن هو اللجوء إلى هذه المنظمات الدولية لرفع الظلم، وأنا أعتقد أن المذكرات والدعاوى الآن تعد بشكل جيد بحيث لا يحدث لها ما حدث من قبل، وعندنا تقارير من هيومن رايتس ووتش و هيومن رايتس مونيتور، وعندنا تقرير منظمة العفو الدولية الصادر الأسبوع الماضي، كل هذا ممكن أن يحشد مع مذكرات الدعوة في رفع الدعوة أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية وغيرها. من نحن نطرق جميع الأبواب في العالم، وما أعتقد أن نحن ما ضاع حق وراءه مطالب. وعلى فكرة الموضوع فيه تفصيل كثير، يعني المادة الثانية التي بغض النظر تفاصيل، بدا واضحا ان هناك مسؤولين، نعم سيد عادل، هناك مسؤولين في مصر يعتبرون ما تقوم به تحريض على مصر من الخارج، او ما يقوم به الاخوان يعني بصوره عامه، تحريض على مصر. اذا كان الانسان يواجه
نعم نعم، إذا كان الـ الإنسان يواجه بالقتل رميا بالرصاص أو بأحكام الإعدام ثم يذهب إلى لا يواجه السلاح بالسلاح ولا يواجه هذا القمع بالعنف ثم يذهب إلى المنظمات الدولية يحمل أوراقا ويحمل مذكرات ثم يقال عنه أنه يقوم بالتحريض، أنت تقوم بالقتل، النظام يقوم بالقتل على الهوية والنظام يقوم بالسحل وبالاغتصاب وبالاعتقال ثم يقول أن جماعة الإخوان تلجأ إلى التحريض على مصر، يعني هذا أمر في منتهى الغرابة، القاتل والخائن والكذاب والذي يعدم بالجملة وتدين كل المنظمات الدولية يعني في الختام الدولية. سيد عادل هذا التحرك بعض أنها يمكن تحريض أن ضد مصر في المنظمة الدولية. سيد عادل في ختام هذا التحرك يمكن أن يقود إلى تحرك دولي يوقف الإعدام؟ والله زي ما قلت لحضرتك نحن نأخذ بالأسباب، المستشارون وأهل القانون يعكفون على يعني دراسة هذا الوضع ويعدون المذكرات القانونية وتقدمون بها إلى هذه المنظمات الدولية، وإن شاء الله نأمل أن هذه المرة لا يكون هناك أي أخطاء أو أي خلل في التكييف القانوني عند التقدم بهذه المذكرات والدعاوى للمنظمات الدولية وتؤتي ثمرها، هذا ما نأمله، لأنه نحن لا نحمل سلاحا ولا نواجه عنفا بعنف ولا نواجه سجنا ولا اغتصابا ولا اعتقالا ولا اعداما بعنف، فماذا نفعل؟ ليس امامنا الا الادوات السلميه من خلال المنظمات الحقوقيه العالميه. السيد عادل راشد عضو البرلمان المصري سابقا كنت معنا عبر الاقمار الصناعيه من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. في الختام شكرا لحسن متابعتكم مشاهدينا والى اللقاء باذن الله.